رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية. شهر حزيران بيحمل كثير من المناسبات، أبرزهم ب 21 شهر. بهذا النهار بنحتفل بعيد الموسيقى، وأيضا بنعيش ذكرى غياب عاصي الرحباني. وبهالمناسبة وضمن جولتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال هالصيف، أوركسترا قوى الأمن الداخلي بتقدم أمسية موسيقية بهالمناسبة ببكفية، والموعد ب 21 حزيران. ومن أعمال عاصي الرحباني بنسمع من بيع الخواتم. هيدا راجع حميد عدى وصار لازم نلقي له حل بسرعة. هيدا كنت خايف منه انه يجي يتعدى على الضيعة. يا خالي ناسي بانه راجح ما بيتخانق الا معك. ايه مظبوط راجح بيخانق، لكن ما ظني انه بيسرق. يا مختار يلي بيخانق بيسرق، واللي بيسرق بيتعدى. معه حق، يلي بيخانق بيسرق. وينه ويراجح كخالي، وكيف بده يفلت معزه؟ هيك ايه معزه ملناش بالبرنامج. بلكي السرقة من الضيعة. لازم نكمش السرقة. لكن شو رح نكمش راجح بالاول وبنعرف منه رفقاته. لما بتكمشوا بتضربوه هو بيقر. يا خالي شو هالخطة؟ شوفوا السرقة اللي هم. تعرف شو؟ شو؟ أنا بهتم براجع وانتو اهتموا برفقاته. قولك مين؟ بده يكون حدا استلق على الكذبة وعم يلعب هاللعبة. رايح اتحرى لحالي بطريقة خصوصية، الجاج العشية حتى يتطمن بيدي. فإذا كنا عم نشوف مشهد من بيع الخواتم، منتابع مع أخبارنا بسياق ثلاثة الأفلام وبالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون أفق. بتدعي دار النمر للفن والثقافة إلى حضور فيلم بيحمل عنوان طبيعة الحال. هالفيلم هو أول فيلم روائي للمخرج الجزائري كريم مساوي، انعرض بمهرجان كان السنة الماضية، ورح بيتم عرضه الثلاثة ب 12 حزيران الساعة 6 بعد الظهر بدار النمر للفن والثقافة، والدخول مجاني. هاي جاروتك العليا باش نوصلو بسكرا، هي زوج وحده من بنات ولتموها. وراجلك كيفاش؟ ناس مليح. مش كيما انا. إلى الأعمال المسرحية، مؤسسة كافئات بتقدم هلأ وقتها للفنان جورج خباز لليلة وحدة بس ولأول مرة بلبنان، حيث هيدي المسرحية رح يتم تمثيلها من قبل فرقة نجوم الكافئات، فرقة مؤلفة من ممثلين ذوي احتياجات خاصة. وموعد العرض 30 حزيران نهار السبت 7:30 المساء على مسرح شاتو تريانو. يعني اسمك واسم بيك واسم عائلتك. هنا ببطل اسم الكامل بيصير اسمك. اسمك الكامل. سلامي سلامي سلامات. اسم الوالدة. امي. اسم الوالدة. مثل ما انا بعيط لها ولا على التذكره؟ على التذكره. انا على التذكره عندها اسمين، بيا بده يسميها ارزي على اسم فمي امه، واما بسميها تفاحه على اسم فمي امها. اختلفوا بعض وصار بيا عيط لها ارزي واما تفاحه. وهي شو اسمها؟ على التذكره ولا مش لها؟ بيا على التذكره. عادي تدخل المختار طيحل المساله. قالوا يا جماعه عيب تضلوا مختلفين، سموها اثنين، اول حرفين من ارزي واخر حرفين من تفاحه. ايه مسموها ارحى. منتابع مع أخبارنا إلي عقيقي بيقدم فرقة ساجات يلي رح بتقدم الأجواء المصرية إن كان من خلال الغناء أو من خلال الرقص الشرقي. الموعد الليلة الساعة 10 المساء بيدي بلج بدبي. لا 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 تبقى معدي. لا لا سلمش علي. لا عيني في عينيه. لا لا وعناه في عيني. لا لا نروح الى اجواء ركزه اكثر. بمناسبه يوم الارشيف العالمي بتفتح المؤسسه العربيه للصوره ابوابها امام الجمهور بمركزها بالجميزه للتعرف على مجموعتها من الصور الارشيفيه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا. اكثر من 600 الف صوره تم جمعهم منذ انشائها عام 1997 لغايه اليوم. وموعد هالحدث السبت 9 حزيران من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 6 بعد الظهر بالجميزة ببيروت. ننتقل إلى المحطات الصيفية مع المهرجانات يلي عم تعلن تباعا عن فعالياتها. مهرجان فلوغة ومن بين عدة محطات رح بيقدم الفنان فارس كرم بأربعة تموز. يا
الثقافة بتدعي اللجنة الثقافية الفنية بالحزب الشيوعي اللبناني إلى حضور الفيلم الوثائقي اللي بيحمل عنوان درس في التاريخ للمخرج هادي زكاك، على أنه يتبع العرض حلقة نقاش مع فريق العمل. موعد العرض اليوم 8:30 بمقهى تي مربوطة بالحمرة. أيها اللبنانيون، نعدكم بأن يصبح بلدكم وطنا حرا مستقلا لا يد لغريب فيه. عشتم وعاشم. بدعوة من جمعية السبيل وجمعية أصدقاء المكتبات العامة بلبنان، رح يتم تنظيم مهرجان حرش بيروت لسنة 2018 يلي رح يتضمن محطات فنية وثقافية كتيرة بالإضافة لمحطات خاصة بالأطفال. أما من الناحية الفنية، رح يستقبل مهرجان فنان سامي حواط وفرقته الفنانة نسرين حميدان، وبالأعمال المسرحية رح يستقبل حنان الحاج علي، عليا الخالدي وغيرهم. وموعد هالمهرجان على يومين، سبت وأحد 23 و 24 حزيران من الساعة 3 بعد الظهر لغاية الساعة 10 المساء. طيبي لما ترجع تسألني مش عجيبي والعجيبي اللي بده يظهر مني. الله بيعلم الله بيعلم بيندم. كنا عم نسمع إذن الفنانة سرين حميدان يلي رح بتكون مشاركة بنشاط مهرجان حرش بيروت. رح نتابع مع أخبارنا. بينظم مكتب القدامى بجامعة الروح القدس بالكاثوليك يوم مفتوح لجميع القدامى يلي رح يلتقوا مع الطلاب الحاليين ضمن نهار منوع بين الثقافة والفنون مع كارلا رميا والفرسان الأربعة نهار الجمعة 8 الشهر بكرة. يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك، تارك عذابك يقدرني وما بيرحم قلبك. يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك، تارك عذابك يقدرني وما بيرحم قلبك. انت غيابك طال وانا حالي حال قلبي ناطر. دائما بالاجواء الفنيه والموسيقيه وضمن الامسيات يلي بيقدمها الفنان عبد الكريم الشعار، امسيه جديده على مسرح مترو المدينه هالمره رح تحمل عنوان اتنسى ويا الصباح، وموعدها السبت 16 حزيران ابتداء من الساعه 10 المساء. عبد الكريم شعار بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الثقافية والفنية. عودة لعن جوال وأحوال الطرقات. إلى حركة السير مع المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من مدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير طبيعية من مدينة الرياضية لتصير ناشطة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وصولا للوسط التجاري. المدخل الشرقي كمان حركة سير ناشطة اليوم من الجمهور باتجاه اليرزة، من اليرزة باتجاه السيات كمان مكملة حركة سير ناشطة. اللي مكمل على الصدر رئيس أميل لحود باتجاه الكارنتينا حركة سير كمان مكملة كتير منيحة مع أن أي ضغط سير. أما اللي رايح على الجسر العدلية باتجاه الأشرفية مثل ما مبين قدامنا حركة سير عم تكون كثيفة. عنا حركة سير كمان ناشطة من تقاطع قصقص باتجاه بشغل كورة، حركة سير ناشطة على كورنيش المزرعة الإشارات باتجاه بيروت. بالنسبة للأشرفية برج الغزال حركة سير ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه
برج المور. برج المور عم تصير حركة سير كثيفة باتجاه شارع الحمراء. عندنا مرايس الخط البحري باتجاه الروشة، حركة سير كتير منيحة معنا أي لغة سير. بالنسبة للمدخل الشمالي حركة سير عم تكون كثيفة من دبي باتجاه أنتلياس، أكيد عنا الطريق البحرية مثل ما مبين قدامنا حركة سير كثيفة وصولا لجل الديب للأشغال. من بعد الأشغال عم تكمل حركة سير كتير منيحة باتجاه بيروت. كمان عنا جسر الدورة باتجاه الكارنتينا شارع الحلو، حركة سير كتير منيحة معنا أي ضغط سير. ناشطة بتكمل من الصيفة باتجاه الوسط التجاري أكيد وصولا للأسواق. هذا بالنسبة لحركة السير اليوم. بالنسبة للحوادث اللي سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 14 حادث، للأسف عنا قتيل و 18 جريح. محاضر السرعة الزايدة اللي سجلت كمان بال 24 ساعة الماضية سجلت 970 محضر سرعة. أكيد بنذكر للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك التويتر والأبليكيشن. أوكي، يعطيكم ألف عافية. نحن بكرة بنحكيكم باتصال جديد. بريك جديد بحلقتنا ونرجع.